والآن إلى آخر أخبار الطقس. إليك ميزار، تفضل. مرة أخرى شكرا نهى، وأخيرا وشكرا أيضا يوسف. أهلا بكم مشاهدي الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة في هذه النشرة، نستعرض مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ويصل في بعض المناطق إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. أما بالنسبة للظواهر الجوية فتتواجد الأتربة العالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للبعض للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. درجة الحرارة العظمى في القاهرة 18 والصغرى 10، ويكون الجو فيها مائل للبرودة. في الأسكندرية 18 10 يكون أيضا الجو فيها مائل للبرودة. في مطروح 17 10 مائل للبرودة. في بورسعيد 18 10 مائل للبرودة. في الإسماعيلية 19 9 مائل للبرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 19 والصغرى 10 ويكون الجو مائل للبرودة. في العريش 17 8 ويكون الجو مائل للبرودة. في طابة 17 10 أيضا مائل للبرودة. في شرم الشيخ 19 13 أيضا يكون الجو هناك مائل للبرودة. وفي الغردقة 20 12 مائل للبرودة. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 20 والصغرى 7 ويكون الجو مائل للبرودة. وفي أسوان 20 7 مائل للبرودة. في الوادي الجديد 20 6 مائل للبرودة. في شلاتين 22 12 ولكن هنا الجو معتدل. وفي حلايب 20 13 يكون الجو مائل للبرودة. الآن مشاهدينا الكرام نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.